رعى سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام انطلاق فعاليات ورشة العمل التي حملت عنوان دور الإعلام الإلكتروني في مواجهة الأفكار المتطرفة، والتي تأتي بالتزامن مع أعمال الاجتماع التاسع للجنة العربية للإعلام الإلكتروني. جاءت هذه الورشة لتركز على أبرز المخاطر التي يمكن أن يجلبها الاستخدام السلبي لبعض وسائل التواصل الاجتماعي. دائما هناك أرقام ومؤشرات يستعين فيه الخبراء لتعزيز وجهة نظرهم حيال أي موضوع. آخر الأرقام تتحدث عن 186 مليار دولار هي قيمة الإعلانات في الإعلان الرقمي. فأي مستثمر أو أي شركة تجارية عندما تدفع مبالغ طائلة في الإعلان الرقمي، هي ما راح تدفع إلا بقناعة بأن هي الوسيلة الأكثر وصولاً أو نجاحاً في إيصال البرودكت أو المنتج اللي هي حابة تعلن عنه. لكن للأسف الشديد، حسب ما أنتم تشوفون، أن في السنوات الأخيرة تم استغلال الإعلام الإلكتروني أو الرقمي بصورة جداً سيئة، ساهمت مساهمة كبيرة في إثارة الكثير من الفتن ومن النعرات. حاولت أنها تقوم بدور سلبي جدا، وصل إلى التخريب، حتى وصلنا إلى مرحلة الإرهاب الإلكتروني أو استغلاله. هي أرقام صادمة قد تدخلك في عالم الذهول لحجم التأثير الذي تحمله على سمعك، وقد يجد عقلك صعوبة في استساغها أو حتى التأقلم معها. أرقام لازمت ذاك الإعلام المستحدث، إعلام إلكتروني أريد منه أخذ الفائدة ولا غير سواها، ولكن تراه يراد منه عند البعض باطلا حسبما يضعون له التفصيل السلبية لأفكارهم السوداوية. في مواجهة الأفكار المتطرفة يكمن دور الإعلام الإلكتروني، ومن على أرض البحرين جاءت الوفود مجتمعة لتجود بجملة الأفكار التي تقف في وجه المخاطر التي من الممكن أن يأتي بها هذا الإعلام على وجه الخصوص. هذا أمر طبعا يقدر لمملكة البحرين، ليس فقط من قبل الأمانة العامة، إنما أيضا من قبل الدول العربية المختلفة. زي ما تفضلت معاليك، من خلال الأرقام اللي تفضلت وذكرتها الآن، يعني يتضح لنا أنه عندنا إحنا مشكلة كبيرة جدا في هذا المجال، لأنه أصبح فضاء مفتوح للجميع وليس له رقيب أو حسيب هذا الفضاء. فبالتالي من الضروري إحنا في الدول العربية، وخاصة المستهدف في هذا الفضاء هو المنطقة العربية. قراءة وافية لما بين سطور العنوان العريض لهذه الورشة التي تأتي بالتزامن مع الاجتماع التاسع للجنة العربية للإعلام الإلكتروني. نحن كأمة عربية وكجامعة عربية أمام تحدي كبير جدا، وعلينا أن نفهم أن الواقع يفرض اليوم أن تكون المؤسسات قادرة على التعاطي والتفاعل، وأن تتصدى بفاعلية وقوة لما يزرعه هذا الإعلام في نفوس شبابنا من تخريب لأفكارهم وفرضهم على التطرف نحو الإرهاب. ورقتا عمل تكفلت بتقديمهما مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، تمحورتا حول دور الإعلام الإلكتروني في محاربة الأفكار المتطرفة، إلى جانب ماهية تلك الاستخدامات لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل الشباب. وبين هاتين الورقتين تكمن مسؤولية المجتمع تجاه ذلك. الإعلام الجديد هو تخطى التوقعات، ونحن بالفعل تأخرنا في هذا الجانب. تقدمت الوسيلة، تقدم الحامل وتأخر المحمول، تقدمت الوسيلة وتأخر الفكر. توصيات تم إيجاز مضامينها بالشكل الذي يتلائم مع معطيات المرحلة المقبلة التي تتطلب تكاتفا من الجميع
للوقوف في وجه كل من تسول له نفسه استغلال وسيلة التواصل للتفريق بين فئات الصف الواحد. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.